السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمال للفيديو السابق اللي تكلمت فيه عن الخضروات والفاكهة، ووعدتكم فيه اني حتكلم عن اسوأ 5 اصناف فاكهة ما بيزبطوا بالدايت اذا احنا اشخاص بنعاني من سمنة عالية ومقاومة انسولين، او عنا بطن كبيرة متراكمة فيها الدهون، او بنعاني من السكري الدرجة الثانية. بس قبل ما اتكلم عن هذه الاصناف بدي احكي لكم بالبداية شو الاساس اللي احنا بنختار عليه هذه الفاكهة، وشو العامل اللي بنركز عليه في اصناف هذه الفاكهة علشان تفهموا الموضوع بشكل كبير كتير. بتمنى منكم تحضروا الفيديو للنهاية اذا حابين تستفيدوا من هذا الفيديو. هاتوا ورقة وقلم ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. بالبداية خليني أتكلم عن الشغلة اللي إحنا بنحدد من خلالها إذا هذا نوع الفاكهة بيصلح إنا نستخدمه بالدايت أو لا، وهو الجلايسيميك إندكس لهذا العنصر الغذائي. الجلايسيميك إندكس هو يعني مدى قدرة هذا العنصر الغذائي على رفع مستوى سكر الدم بسرعة، وإحنا بنحدد هذا المستوى من 0 لـ100. يعني كل ما كان العنصر الغذائي المستوى تبع الجلايسيميك إندكس تبعه أعلى من 60 فهو يعتبر عالي جدا وبيرفع سكر الدم بسرعة، أما إذا كان من 50 وتحت فهو يعتبر مناسب جدا وما بيرفع سكر الدم بسرعة. كمان ما بننسى إنه الفاكهة بتحتوي على سكر الفركتوز اللي بيتم تخزينه في الكبد ومعالجته، في النهاية بيتحول إلى سكر الجلوكوز بالدم. والفاكهة مش بس بتحتوي على سكريات، أنا معكم إنها بتحتوي على مالتي فيتامينز، وبتحتوي على الألياف المهمة جدا في صحة وسلامة الجهاز الهضمي، وكمان إنها بتحقق هذه الألياف الشبع لفترة زمنية أطول وما بتخلينا نجوع بسرعة، وكمان الألياف تعتبر من العوامل اللي بتقلل سرعة ارتفاع سكر الدم داخل الجسم. يعني كل ما كان العنصر الغذائي بيحتوي على نسبة ألياف أعلى من السكر الموجودة فيه فهو يعتبر صحي أكثر، وسكر الدم اللي موجود في الجسم مش رح يرتفع بسرعة من تناولنا لهذا العنصر الغذائي. أظن بهيك اتضحت لكم الصورة أكثر، وهلقيتها حتعرفوا ليش أنا حذكر بهذه الأصناف بالذات ونعتبرها من أسوأ أصناف الفاكهة اللي ممكن نستخدمها بالدايت إذا إحنا بنعاني من سمنة مفرطة ومقاومة أنسولين أو سكري من الدرجة الثانية أو بعض الأمراض والالتهابات المتعلقة بالسكر. من أول هذه الأصناف وأنا متأكدة أنه رح يكون صدمة لمعظمكم وهو البطيخ. أنا من قبل هيك عملت استفتاء واستطلاع رأي على إنستغرام تبعي وسألتكم هل بتعتقدوا أنه البطيخ يعتبر فاكهة مناسبة للدايت، ومعظمكم جاوب نعم، لأنه هذه الثقافة اللي إحنا تربينا عليها، وكنا زمان نعرف دايما أنه البطيخ يعتبر من أفضل أصناف الفاكهة لو بدنا نعمل دايت، واعتمدوا بهذه الشغلة زمان على أنه سعراته الحرارية قليلة. صح انه السعرات الحرارية قليلة للبطيخ، ولكن لازم ننتبه لعامل كتير مهم، وانه في عنا سعرات حرارية ضارة وسعرات حرارية مفيدة. سعرات حرارية بتأدي الى ارتفاع سكر الدم بسرعة، وسعرات حرارية مناسبة ومليانة بالمغذيات الصحية. العامل مش بس بيتوقف على هل السعرات عالية او منخفضة لهذا العنصر الغذائي. وطبعا مع الدراسات المستمرة للعلماء في مجال التغذية اكتشفوا انه البطيخ يعتبر الجلايسيميك اندكس تبعه مرتفع جدا، تقريبا من 72 ل 75، وهذا يدل على انه بيرفع سكر الدم بسرعة البرق في الجسم، علشان هيك يعتبر البطيخ من أسوأ انواع الفاكهة لو احنا عندنا مقاومة انسولين او سكري من الدرجة الثانية. لان البطيخ لو احنا بدنا نيجي ناكله حنلاقي البطيخ يعتبر ميه، يعني اكثر ما بنحس فيه انه موجود فيه ميه، وطعم البطيخ وسكر الفركتوز. ودائما الفاكهه اللي بنلاقيها غنيه جدا بالميه نعرف انها قليله الالياف، ومثل ما حكيت اول الفيديو انه اي عنصر غذائي بنلاقي انه الالياف فيه قليله اعرفوا انه حيرفع سكر الدم بسرعه البرق، علشان هيك يعتبر البطيخ خيار سيء جدا لو احنا حابين ان نعمل دايت وكنا بنعاني من سمنة ومقاومة انسولين. انا ما بحكي انه نمنعه نهائيا، بس يفضل ان نحد من استخدامه اول فترة الدايت تبعتنا علشان ننجز بالدايت، او ناخد منه كميات قليلة بحصص مدروسة ومتناسبة مع باقي وجباتنا خلال اليوم، لانه زي ما قلت لكم البطيخ يعتبر بس ميه وسكر فركتوز ولون، ونادرا ما بنلاقي انه الناس بياكلوا شريحه صغيره او شريحتين من البطيخ. انا بعرف ناس ممكن ياكلوا نص بطيخه وهذه شغله جدا سيئه، وفي ناس بتعمل من البطيخ عصير،
ومثل ما قلت لكم انه أسوأ خيار ممكن نعمله للفاكهة انه نعمل منها عصير، لانه احنا بالخلاط بنكسر هذه الالياف اللي هي اصلا لو كانت موجودة بهذا العنصر الغذائي حتساعد انها ما ترفعش سكر الدم بسرعة. فتخيلوا لما نحط البطيخ ونعمله بالخلاط او نعمل منه عصير، احنا كسرنا حتى شوية الالياف الموجودة فيه وحولنا الفاكهة الى مية وسكر فركتوز بس. علشان هيك انسوا قصة تحويل الفاكهة الى عصير، هذا خيار جدا سيء وهي شغلة مثبتة بدراسات علمية. النوع الثاني من انواع الفاكهة برضو بعتقد حيكون صدمة لمعظم اللي بيحضروا هذا الفيديو، وهو الاناناس. الاناناس كنا بيعرف انه هي تعتبر فاكهة الدايت، وفي بنشوف ادوية للتخسيس طالعة من الاناناس، وانه الاناناس ما بيعليش سكر الدم، وانه الاناناس يعتبر قليل بالسعرات الحرارية. فعلا الاناناس سعراته الحرارية قليلة، بس زي ما قلت لكم مش هذا بس المقياس اللي احنا بنقيس عليه مدى جودة او فعالية هذا العنصر للاكل او للدايت. الاناناس يعتبر الجلايسيميك اندكس تبعه برضه مرتفع زيه زي البطيخ، ويعتبر برضه في نفس الرينج من 72 ل 75 تقريبا، بيرفع سكر الدم بسرعه لانه قليل بالالياف وغني جدا بسكر الفركتوز للاسف. علشان هيك يعتبر الاناناس برضه من الفاكهه اللي لازم نبتعد عنها لو احنا اشخاص بنعاني من سمنه مفرطه او سكر الدرجه الثانيه، او اذا مش قادرين تبتعدوا عنه ممكن تاخدوا بكميات مدروسة كل كم من يوم ويكون متناسب مع وجباتنا خلال اليوم وبكميات وحصص قليلة ما نكترش منه. بالنسبة للثلاث اصناف الثانية يمكن معظمكم بيعرف انها مش مناسبة للدايت، وبديهيا كلنا نعرف عنها، ولكن يمكن معظمنا ما بيعرفش الاسباب الحقيقية وراء انه ليش هذا النوع من الفاكهة مش مناسب للدايت. انا في الفيديو هذا هحكي لكم الاسباب الصح اللي بتمنعنا من تناول هذه العناصر الغذائية من الفاكهة، او لازم نقلل منها علشان نحصل على نتائج مرضية في الدايت تبعنا، او نقلل من ارتفاع سكر الدم داخل الجسم. العنصر الثالث اللي انا هتكلم عنه في فيديو اليوم وهو الموز. معظمنا بيعرف انه الموز مش فاكهة الدايت، بيعرف انه الموز مش مناسب ابدا للرجيم، ومش مناسب للأشخاص اللي عندهم سكري من الدرجة الثانية. ويمكن معظمكم بيفكر إنه الموز بيرفع سكر الدم، بس للأسف الموز هل تعلموا إنه الجلايسيميك إندكس تبعه مش عالي، يعتبر في الخمسينات، وإنه الموز ما بيرفعش سكر الدم بسرعة أول ما بناكله. ولكن وين مشكلة الموز؟ مشكلة الموز إنه مليان كاربز، والكاربز تبعته كلها جاية من النشا. علشان هيك بيعتبر انه الموز مش مناسب للدايت تبعنا او الاشخاص اللي بيعانوا من سمنة مفرطة. حتى احنا لما بنيجي بناكل الموز بنحس هيك تقيل، عامل مثل الشغلة اللي هيك فيها نشا، بنحسها فيها نشا. علشان هيك احنا يفضل ان نقلل من استخدامه. يعني لو اكلنا منه موزة في اليوم مش غلط ومش حتضرنا، ولكن على حد علمي ما بعتقدش انه في حدا بياكل من الموز واحدة، احنا بناكل موزة تنتين ثلاثة، يعني في النهاية زي كأننا اكلنا صحن رز كبير للأسف. فهنا بتيجي مشكلة الموز. النوع الرابع من انواع الفاكهة اللي انا هتكلم عنه بهذا الفيديو وهو المانجا. معظمكم برضو بيعرف انه المانجا مش مناسبة للدايت، معظمكم بيعرف انه المانجا بتسمن، ولكن الاسباب الحقيقية وراء هذه الاعتقادات اللي عنا مش انه المانجا بترفع سكر الدم بسرعة زي البطيخ وزي الاناناس. برضو مشكلة المانجا انها مليانة كربوهيدرات، والكربوهيدرات تبعتها مختلفة عن الموز. الكربوهيدرات تبعتها جاية من سكر بس، يعني في النهاية بعد ما تتفكك داخل الجسم حتتحول لسكر مرتفع في الدم. علشان هيك يفضل انه ناكل منها لو حبة مانجا صغيرة مش مشكلة، او شريحة او شريحتين صغار من المانجا مش رح تكون مضرة لنا، وبرضو تكون متناسبة مع وجباتنا خلال اليوم. بس على حد علمي مفيش حدا بياكل حبة مانجا واحدة، في ناس بتاكل المانجا بالاربعة او خمس ست حبات، وفي ناس للأسف بتعمل منها عصير، وهذا تعتبر كارثة، كارثة بالنسبة لسكر الدم، راح تخلي سكر الدم يرتفع في السماء بعد فترة. علشان هيك انتبهوا وانتوا بتاكلوا الشغلات هذه اللي انا بحكي لكم عنها بالفيديو. هذه معلومات يمكن مش كتير بيحكي فيها ومش كتير بيشرح بالتفصيل زي ما انا بحكي لكم الموضوع كيف بدأ
وشو الأسباب اللي إحنا بنطلع عليها علشان نعرف هذا العنصر الغذائي مناسب أو لا. العنصر الأخير والخامس بفيديو اليوم من أصناف الفاكهة اللي يفضل إن نبتعد عنها وهو العنب. معظمنا وكتر منا بيعرف إنه العنب سيء جدا وخيار سيء للأشخاص اللي عندهم سكري من الدرجة الثانية وأي أشخاص حابين ينجزوا بالوزن ويخسروا وزن إذا كانوا بيعانوا من سمنة مفرطة وبيعانوا من دهون حوالين منطقة البطن. العنب زي ما احنا عارفين زيه زي البطيخ مليان مية، ودايما الفاكهة المليانة مية اعرفوا انها قليلة بالألياف وبترفع سكر الدم بسرعة، وبنعرف انه كمان العنب نسبة السكر الموجودة فيه عالية جدا، علشان هيك لازم ننتبه جدا واحنا بناكل العنب ناخذ منه 3-4 حبات فقط، بس ما ناكلش بالقطف لانه هذه تعتبر برضه كارثه في جسم الانسان. لو احنا بدنا ناكل كميه كبيره من العنب بيرفع سكر الدم بطريقه سريعه جدا ومضره. هذه هي الاصناف اللي انا حبيت اتكلم عنها، وانا اكيد انكم ما كنتوش متوقعين الاصناف الاولى اللي انا تكلمت عنها اللي هي البطيخ والاناناس. هذه معلومات جديدة عن جد انتبهوا لها كتير وبتأثر خاصة على الأشخاص اللي بيعانوا من بطن كبيرة. لاحظوا لو انتوا قللتوا من استخدام كل الفاكهة في وجباتكم راح تنزل البطن عندكم أسرع وقت وراح تتغير مقاساتكم في منطقة محيط البطن بإذن الله. قبل ما أنهي الفيديو نقطة دايما كتير بحكي لكم عنها وبعيد وبكرر، إنه خسارة الوزن ما بتجيش بشكل عشوائي، وكل الناس اللي بينزلوا وزنهم لما بيعملوا دايت بطريقة عشوائية ومش عارفين الوجبات اللي بخططوا لها وبينزلوا وزنه خلاص، هدول الناس انا متأكدة 90% منهم بعد ما وقفوا اللي بيعملوه زادوا بالوزن اضعاف الوزن اللي كانوا عليه وما استمروش على اللي هم بيعملوا عليه، لانهم بدوا على اساس غلط. ودايما الشغلة اللي بتبدأ على اساس غلط بتنتهي على خطأ للأسف. دايما لازم تعرفوا انه تنسيق الوجبات خلال اليوم، اختيار العناصر الغذائية الصحية المهمة، وكل الناس اللي بيعملوا وجبات اي كلام وبيعملوا انظمة اي كلام من مخهم وبينزلوا بلاقوا حالهم بالوزن اولا، صدقوني بعد ما بينزلوا بالوزن وبتركوا هذا اللي كانوا يعملوه بيزيدوا بالوزن اضعاف ما كانوا عليه. انتبهوا دايما المسألة انتم بسطينها زيادة عن اللزوم وشايفين حالكم بتنزلوا بالوزن وخلاص، الوزن اللي بينزل منكم بطريقة خاطئة بيكون معظمه مية وعضلات، وعلشان هيك بتكون نتائجه مش مرضية لكم ومش دائمة. أما الأشخاص اللي بينزلوا صح وبياخذوا وجبات مدروسة على مدار اليوم ومعروف إيش الكميات المحطوطة فيها، حتلاقي إنهم حتى لو بعد هيك رجعوا للتخبيص اللي كانوا فيه مقاساتهم مش رح تكون نفس المقاسات اللي أول ما بدأوا عليها الدايت الصح. وانا عندي دلائل على هذه الحالات وكانت موجودة عندي، والاشخاص اللي كانوا يتابعوا عندي عن جد فرق معهم كتير بعد ما رجعوا يتابعوا من اول وجديد. بنهاية الفيديو طلب صغير مني لكم، بتمنى منكم انكم تزيدوا تفاعلكم على الفيديوهات اللي بقدمها وتحطوا لايك للفيديو واتركوا اي تعليق تحت الفيديو سواء عجبكم او عندكم اي استفسار او فكرة لموضوع فيديو جديد حابين اني اتكلم عنه. وإذا كنتوا انتوا جداد بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان دايما توصلكوا فيديوهاتنا الجديدة. هلقيت ان شاء الله لقائنا بالفيديو الجاي، بتمنى منكم تضلكم متابعين وما تنسوا تشيروا هذا الفيديو لعدد اكبر من الناس او لقرايبكم عشان تعم الفايدة وتستفيدوا من المعلومات اللي انا بحكي لكم اياها بطريقة واضحة وسهلة وبسيطة. هلأ صار وقت احكي لكم، مع السلامة.